يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الورد والفل والياسمين، كيفكن صبايا؟ يا اهلا وسهلا فيكن من وين ما كنتوا بتتابعوني. رجعت لكم فيديو جديد، يلا حطوا لي لايك ويلا نبدا الفيديو سوا. ابني جاء عباله كنافه، فالصبح قلت يعني ليش ما بعمل له، فدوبت سمنه وحطيتها على الكنافه وحطيت لها معلقه صغيره من السكر الباودر، وبعدين حطيت بطاسة صغيرة على قدو على الصبح. هيك الجو صار كتير حلو، الأجواء عم تعطي على الشتاء وبدنا شي يدفينا على الصبح، لهيك قلت يعني بساوي له. بعدين حطيت شوية جبنة، صرت هيك لفة بالطاسة لحتى هيك تتحمر من جميع الجوانب، تطلع كنافة بالجبنة ولا أروع من هيك، أحلى كنافة نابلسية. اعتمدوا هاي الطريقة، يعني لو جاء عبالكم بكون تعملوا قطعة صغيرة، يعني ما ضروري نعمل كمية كبيرة، يعني بطلع طعمتها كتير كتير طيبة بصراحة. على الصبح كمان بتدفي. اليوم كمان رح ساوي لهم كيكة البرتقال، رح نعملها بآخر الفيديو، وهي يعني سبحان الله بحسها مرتبطة بالشتاء، بس رح تطلع روعة 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 روعة. لهيك لا يفوتكم الفيديو، وضروري ضروري تجربوها صبايا وتكتبولي بالتعليقات شو رأيكم بالطريقة. وهي أحلى فنجان قهوة على الصبح، يا ريت تكون معي هيك ونشرب القهوة سوا ونقعد نحكي هيك ونتساير، وأعرف قصصكم وتعرفوا قصصي. بتعرفوا كتير كتير مبسوطة بالتعليقات اللي عم تسيبولي إياها بالفيديو، عن جد حابة أتعرف عليكم واحدة واحدة، بحابة أتعرف عليكم وأقعد وأحكي معكم هيك ونصير أحلى إخوات. عن جد كتير كتير فرحانة فيكم، كتير كتير فرحانة إنه صار عندي رفقات يعني من اليوتيوب. وكمان سقيتها بالعسل علشان تصير يعني طبيعية، يعني ما ضروري إنه شربات وسكر وهيك، شغلة سريعة على الصبح بصراحة بتشهي القلب. يا ريت تكون معي يا صبايا، عن جد كتير كتير كانت طيبة، طعمة الجبنة دايبة دوب، والكنافة لما بتبقى سخنة بتبقى مقرمشة شي غير شكل. الله يسعد صباحكم يا رب ويجبر قلوبكم، وتسلموا لي يا رب على هالكومنتات الحلوة اللي عم تشجعوني فيها، الله يخلي لي اياكم يا رب وما يحرمني منكم ابدا. اجواء شتوية بامتياز غير غير شكل، الحمد لله رب العالمين. الله يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. بتعرفوا صبايا ما كنت بطل عادة انه اخد شي حلو مع فنجان القهوة الصبح، ما كنت بطل هالعادة، يعني بحاول لو شي بسيط بس المهم انه اخد يعني شي حلو مع فنجان القهوة. هوني صبايا حابة أعرفكم على العصافير الجديدة اللي شفتها. هاي العصافير من نوع لاف بيردز، عن جد بتجنن. أنا بدلت النوع اللي هو برضو لاف بيرد فيشر، وجبت هدول العصافير اسمهم هوني بمصر فلل، وهذا طبعا الكوكاتو أو الكوكتيل اللي كان عندي يعني من الأول. طبعا هذا يعني بدي لكم صار صديق، يعني هدول كتير خفاف، شفتوا هيك بيطير لحاله. عن جد كتير كتير حلوين، بدي احكي لكم قد ايه مبسوطين منهم. هيك بتحسوا سبحان الله كانه لافف شيء على رقبته، لهيك شكله كتير كتير سبحان الله مميز، وهيك مو عاجبه. انا جبته معترض، يعني ناقصني معترضين بالبيت. لحتى جبت اثنين كمان معترضين على كل شيء. جد كتير سبحان الله، انا خلاص ادمنت الطيور، صرت كتير كتير متعلقة بهدول العصافير. عن جد من امتع الاوقات اللي بقضيها بالوقت بيومي هي الوقت اللي بقعد بلعب فيهم مع العصافير هيك، وباكلهم بايدي وبهتم فيهم. فسبحان الله العظيم، عن جد كل انسان هيك سبحان الله يمكن بيبقى فيه له كائن حي هيك بيستهويه بيحبه بيعطف عليه، يعني هيك احنا البشر سبحان الله. لهيك بصراحة
شو بتنقروا من احلى الكائنات اللي ممكن تربوها، بيعطيكم عن جد كتير كتير ممتعين، وبيخلوا الاطفال كتير متفاعلين بالبيت، وصدقوني ما لهم غلبة يعني ابدا سبحان الله، خصوصا هذا النوع يعني، لانه هذا النوع ما بياكل لب يعني، بياكل بس حبوب، وهذا اللي عم اقدم لهم اياه اسمه دخن، بحبوا كتير يعني العصافير. وبعد ما خلصنا من اللعب، وبعد اللعب لازم يعني نعمل تنظيف غير شكل يعني، بيغلبوا أكتر من البيبي الصغير بموضوع التنظيف بعدهم، يمكن أنا كمان كتير موسوسة، بس خلص سبحان الله متعة متعة متعة، صوتهم الحلو على الصبح متعة، الاهتمام فيهم متعة، مراقبتهم متعة، عن جد هيك بيغيروا مودنا باليوم كلياتهم. اليوم رح أسوي وصفة كتير سريعة وكتير طيبة على الغداء، رح أعمل صينية دجاج بالكاري، والكاري لازم يكون جنبه ثوم، بيعطيه طعمة غير شكل. حطيت البصل والبطاطس، بعدين حطيت معلقة من الثوم والدجاج وزيت والتوابل تبعتها، كاري وبصل باودر وملح ملح باودر، بصل باودر وثوم باودر وكاري وفلفل أسود ومكعب مرق، وبعدين بنغطيهم بورق الزبدة وورق الألمنيوم، وندخلهم الفرن، نخليهم يستووا هيك على مهلهم وعلى مزاجهم. بدي لكم ريحتها غير غير شكل، التوم مع الكاري بيعطيها نكهة كتير 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 طيبة، وصفة سريعة وآخر لذاذة يعني، بصراحة آخر لذاذة، مع طبق سلطة علشان الدايت بعد الكنافة مع التمارين، بشجعكم انه تنتظموا بالتمارين، لانه قد ما عكيتوا يعني ما بيأنبكم ضميركم، لانه انتوا عم تحرقوا سعرات، يعني اللي بيقدر يمشي كمان ساعات طويلة مثلا اكتر من ساعة باليوم بيكون كتير كتير حلو، واللي بيعمل تمارين رياضية كمان بيكون كتير حلو. زودوا السلطة بطبقكم، عليكم صباح الخير، زودوا السلطة بطبقكم بيكون كتير كتير مفيدة يعني، أنا أغلب الطبق بحطه سلطة، وبعدين بستمتع هيك بأكل الخضار أكتر شي يعني، البطاطس لما بتبقى هيك مع الثوم والكاري داي بدوب والجاج، عن جد غير غير شكل. وهي الأكلة شتوية على فكرة بامتياز، بتدفي وبتعطي طاقة وكتير كتير طيبة. حكيت لكم صبايا انه انا بعمل بالاسبوع الثالث من التمارين، عم بعمل هلا تمارين الكابتن جيليان مايكل، هي مدربة امريكية عن جد كتير روعة. خلصت معها شريد، هلا انا باخر اسبوع يعني بشريد، وبعدين راح ابتدي تمارين اسمها ريبت ان، بنصحكم كتير بهاي التمارين، عن جد بتشد الجسم غير شكل، وبتساعدكم انه تخسروا سعرات حرارية. بنصحكم بأي تمارين، حتى تمارين ووك ات هوم من التمارين السهلة يعني، لو عنا أي مشكلة بالمفاصل بجسمنا، ما بنحب نعمل التمارين، بنحب نتمشى بالبيت، فهيك فيكم تشغلون فيديوهات اسمهم ووك ات هوم. أحلى وحدة ليزلي يعني، أنا تفرجت عليهم على أغلبهم، بس بحبها كتير ليزلي يعني، هي أصلا تقريبا المؤسسة لهذا النوع من التمارين اللي اسمها ووك ات هوم، اكتبوا هيك ووك ات هوم مع ليزلي، بتطلع لكم تمشي معكم ميل 2 ميل 3 ميل بالبيت، عن جد بتحرقوا سعرات حرارية، وانتم بتتمشوا ممكن تشغلوا موسيقى انتم بتحبوها، هي اصلا الفيديوهات بيبقى فيها موسيقى وكلمات بسيطة يعني، هي بتحكي شغلات بسيطة بخليكم تستمتعوا هيك، وفي نفس الوقت بتحرقوا سعرات حرارية. المهم انه يقطع يومكم وانتم يعني عم تتحركوا، لانه كتير مهم انه احنا نحرق سعرات حرارية بيومنا، خاصة فصل الشتاء يعني، فصل الشتاء الواحد بيكون عنده قابلية انه يعمل التمارين ويحرق، بحس ما بعرف، بحس بالصيف انا كتير بكسل، بحب الشتاء بحب اتحرك هيك وضلي احرق، ما بحب القعدة بالصيف، ما بيكون الي خلق على التمارين، بيكون بس بدي اقعد بجو بارد وخلص يعني، بس بدي شغل التكييف واقعد، ما بحب اعمل تمارين بالصيف، فاغلب اول ما بتبتدي هيك الدنيا تبرد بحب انه انتظم بالتمارين. يا سلام، هيك طبق السلطة صار جاهز، وهي صينية الدجاج بعد ما طلعت من الفرن، عن جد بتجنن، بتشهي القلب، ريحتها وطعمتها غير غير شكل، جربوها يا صبايا رح تعجبكم كتير، سهلة وسريعة ونكهتها مميزة، حلوة كمان بالعزومات يعني، كتير كتير لذيذة، رح تعجبكم.
هوني ابتديت أجهز السفرة. الله يا رب يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال. شو رأيكم؟ عن جد صينية الدجاج بدي لكم طعمتها ولا أطيب من هيك، ضروري تجربوه وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. من أطيب الكيكات بهذا الجو هي كيكة البرتقال، عن جد أنا كتير بحبها بالشتاء، طعمتها كتير طيبة ومميزة، كيكة تقليدية سهلة وسريعة، وعن جد جربوها بهي الطريقة رح تعطيكم نتيجة ولا أروع من هيك. بصراحة أنا كتير يعني كتير قليل بساويها، لأنه كتير قليل كتير باكلها، يعني عند لما بروح زيارة عند أي حدا بيكونوا عاملينها، يعني هي كيكة الأكتر أكتر شي الناس بتعملها وهيك. بس لما عملتها هاي المرة بجد من أطيب مرات اللي أكلتها بحياتي، إذا ما كانت الأطيب على الإطلاق، كتير كتير رائعة. لهيك جربوا هاي الطريقة واعتمدوها. استخدموا بالوصفة عصير فريش، وما تحطوا مي لكوباية العصير اللي بدكم تحطوها بقلب الكيك. دي لكم طعمتها، وضروري تعملوا لها الصوص كمان اللي على الوش بينحط، كتير كتير سهل وهين وطعمته اخر لذاذة. هلا رح لكم المكونات ورح اترك لكم اياهم كمان بصندوق الوصف. حطيت 3 بيضات، 3 ارباع كوباية زيت، كوباية عصير برتقال فريش طازة، لانه هلا موسم البرتقال سبحان الله ولا اطيب من هيك، كوباية وربع سكر، ومعلقة كبيرة من الخل، كيس فانيليا، انا ضربتهم. هي الفود بروسيسور تبع كينوود، فيها بيجي يعني مضرب للبيض، سويتهم فيها. بعدين يا صبايا 2.5 ملي دقيق، بنحط لهم 2 معلقة كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة ملح. ما تقلقوا، رح اترك لكم المكونات بصندوق الوصف، لاني حابة كتير انه انتو تجربوها. بصراحة طعمتها كتير كتير طيبة، وبدي سهل عليكم يعني وقت تسووها بتلاقوا المقادير كلياتها مكتوبة بصندوق الوصف، وكمان رح احاول ثبت لكم اياها باول كومنت للفيديو لحتى يسهل عليكم تلاقوا المقادير وتسووها، لانه عن جد رح تعجبكم كتير كتير باذن الله تعالى. قالب الكيك بنحط له شوية زيت وشوية دقيق، وبننزل عليه بالخليط. يم يمي كتير 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 طيبة، رح تعجبكم كتير باذن الله تعالى. بالنسبة للصوص، سكر باودر مع عصير برتقال، ضلوا تقلبوه لغاية لما تحصلوا على السماكة اللي بدكم اياها. فيكم تزودوا يعني بالسكر وبتزودوا بالعصير لحتى توصلوا للقوام اللي انتم بتحبوه بتفضلوه بتحسوه مناسب انه انتم تزينوا فيه الكيك يعني وتشربوا فيه الكيك. عن جد روعة روعة يا صبايا، شوفوا نتيجتها ولا الروايح، شي بيشهي القلب غير شكل. وبتبتدوا تسقوها هيك بالصوص، عصير البرتقال مع السكر، نكهة رائعة 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 رائعة، نتيجة ولا أروع من هيك، شي بيشهي القلب بجد. يا سلام مع كوباية شاي أو كوباية نسكافيه، المشروب اللي أنتوا بتحبوه. هلأ صار وقت الشاي، شوفوا نتيجة خرافية بجد، كتير 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 طيبة وهشة وطعمتها يعني حلوة كتير كتير بالشتوية، بحبوها الصغار، مفيدة وفيها فيتامين سي، لهيك بنصحكم تجربوها. أحلى ضيافة وأحلى كيكة بتعملوها بهذا الوقت، لكم نتيجة بسم الله ما شاء الله ولا أروع، رائعة 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 بجد، كتير كتير حبيتها، وولادي كمان كتير كتير حبوها. بصراحة تحفة تحفة تحفة، كتير كتير أطيب من اللي بتشتروها جاهزة. إن شاء الله فيديو اليوم بيكون عجبكم. ما تنسوني الصبايا من اللايك والاشتراك بالقناة، اللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء. مثل ما عم بيقولكم العصفور، اعملوا سبسكرايب، اشتركوا، حطوا لي لايك حلو، اتركوا لي تعليق حلو. بجد أطيب كيكة ممكن تعملوها بالبيت، كتير كتير طيبة وسهلة، ومقاديرها موجودة بكل بيت. هلأ البرتقال كمان موسمه كتير كتير متوفر.
إن شاء الله فيديو اليوم بيكون عجبكم، بحبكم كتير كتير من قلبي. أهلا وسهلا فيكم بقناتي، أنتم منورين حياتي، تسلموا لي يا رب، الله يديمكم نعمة بحياتي وما يحرمني منكم أبدا. عيلكم كتير الأولاد كانوا مبسوطين فيها بطعمة، قالوا لي عن جد ماما إحنا ما كنا متخيلين إنه راح تطلع هيك، إنه كيكة البرتقال وهالقد طيبة، عجبتهم كتير كتير الحمد لله رب العالمين. قولي صبايا بالتعليقات شو أطيب نكهة كيك بتحبوها، يعني على شوكولا على فانيليا على برتقال، شو أكتر نكهة كيك بتحبوها؟ بستنى تعليقاتكم، بحبكم كتير كتير، الله يخلي لي إياكم يا رب. هون حبيباتي رح إلكم، بشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. باي باي، سلام.